تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. أعزائي الرياضيين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الرياضة بين الشوطين. يواجه المنتخب الوطني المغربي الأول يوم السبت 14 من أكتوبر المقبل في لقاء ودي منتخب الكوت ديفوار بالعاصمة الإيفوارية أبيجان، وستدخل المباراة التي ستنطلق في 6 مساء بالتوقيت المغربي في إطار التحضيرات لنهائيات كأس إفريقيا للأمم والمقررة بذات البلد الكوت ديفوار مطلع العام المقبل. ومن ناحية أخرى، حددت الكاف يوم الثلاثاء 17 من أكتوبر المقبل موعدا للمباراة التي ستجمع بين الفريق الوطني المغربي ومنتخب ليبيريا برسم مؤجل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم. هذه المباراة ستدور بملعب أدرار بمدينة أكادير. أجريت يوم أمس 3 مباريات لحساب الدورة 4 من البطولة الاحترافية. في المباراة الأولى، شباب السوالم الرياضي خسر أمام أولمبيك أسفي بهدف لصفر جاء بواسطة عبد الله ديارة في الدقيقة 57. وفي مباراة أخرى خسر كذلك المولودية الوجدية داخل القواعد أمام الجيش الملكي بثلاثة أهداف لصفر، أهداف أحمد حمودان وربيع حريمات ولامين دياكيتي. فيما فريق نهضة الزمرة والذي استقبل المغرب الفاسي أنهى مباراته بالتعادل هدف لمثله، حيث كان فريق نهضة الزمرة سبق للتسجيل في الدقيقة 35 قبل أن يعدل مصطفى الصهد الكفة في الدقيقة 52 للمغرب الفاسي. مباراة وحيدة متبقية عن الدورة 4 سيواجه فيها فريق الفتح الرياضي حسنية أكادير يوم غد الأربعاء في 8 ليلا. وكانت هذه المباراة قد تأجلت بفعل التزام الفتح الرباطي بلقاء اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب الدورة التمهيدي الثاني لكأس الكاف. وتتواصل المباريات التحضيرية للمنتخبات الوطنية النسوية. هذه المرة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة تعادل وديا مع المنتخب الإيسلندي بصفر لمثله في المباراة الودية التي جرت يوم أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. وتعتبر هذه المباراة الودية هي الثانية بين المنتخبين، حيث سبق للمنتخب الوطني المغربي أن واجه منتخب إيسلندا وخسر أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأسبوع الماضي. ونستمع لبعض التصريحات الخاصة بهذه المباراة، البداية باللاعبة زينب الروداني. الحمد لله قدرنا نجيرو الماتش على البروميير ماتش اللي خسرناه، ودابا حسنا فينا شي حوايج وبالونطريمون اللي طبقنا البلان ديال الكوتش ودرنا اللي علينا، والحمد لله كانت النتيجة هي تعادل، وكل شيء فرحان على هذه النتيجة حيت واخا تعادل النتيجة مشرفة، وكان كنا جروب واحد وكنا عائلة، كل شيء لعب على انسول اوبجيكتيف، والحمد لله قدرنا نبينوا اننا عندنا كاليتي مزيانه اللي نقدروا نزيدوا بها للقدام. ونستمع لتصريح مدرب المنتخب الوطني المغربي ديمتري لوبوف لموقع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. Aujourd'hui on est très satisfait, on a réussi à appliquer ce qu'on avait prévu. Donc je suis très fier de mes joueuses. Elles ont scrupuleusement appliqué le plan. Donc je peux que les féliciter. Et prochain calendrier, écoutez, on va essayer de trouver un match à haute intensité, essayer de un match qui peut nous poser des problèmes et ça nous permettra de progresser. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين لهذا اليوم. إليكم أطيب التحيات، إلى اللقاء.